حاربت الرغبة الشديدة في الطعام والشبع دون إضافة الكثير من السعرات الحرارية، عليك بالتوجه إلى الأطعمة الخارقة أو ذات الجودة العالية، ما تسمى بالسوبر فود. امتثال جرار اليوم في ضيافتنا لتحكي لنا أكثر عن هذا الموضوع. يسعد صباحك. سعد صباحكم يا رب. هلا وسهلا فيك، شرفتينا. الله يسعدكم يا رب. يعني السوبر فود مصطلح نادر جدا ليمرق على مسامعنا، فاشرحي لنا من البدايه عنه اكثر. صحيح. هلا السوبر فود نحط عليه كثير هايلايت في الغرب، لسه عنا مو كثير نحكي عنه. صحيح. فكتير حلو اليوم نحكي عنه ونعرف الناس شو يعني السوبر فود. السوبر فود هي اطعمه موجوده بالطبيعه، فيها كثير فيتامين، فيها كثير مينرال، فيها كثير قيمه تغذويه عاليه، والأهم من هيك إنه هي بتكافح الأمراض وبتحارب الالتهابات. يعني هي مش بس بتحارب الشبع، لا هي كمان بتحارب الأمراض. جميل. فكتير حلو اليوم نعرف الناس شو هي السوبر فود. تمام؟ رائع. طيب انتهيتي في الأمراض، نحكي شو الأمراض اللي بتعملنا بقايا منها هذه الأطعمة. حلو كتير. هلأ أول إشي، في عنا كتير دراسات آخر فترة عن علاقة السوبر فود بالأمراض والتدخل التغذوي. نعم. يعني النيوتريشن ثيرابي. فعنا مثلا إذا بدنا نيجي نحكي عنهم واحدة واحدة، رح نبلش بالشمندر. الشمندر في كتير دراسات موجودة ببلغاريا هلأ حاليا بتحكي عن علاقة الشمندر بمحاربة مرض السرطان. الشمندر كتير بحارب مرض السرطان. الشمندر غني بالفيتامين، غني بالمينرال، فيه كتير صبغات. فعلاقة الشمندر بالسرطان كتير هلأ في علاقة وطيدة. طبعا المهم انه احنا كيف ناخد الشمندر. نعم. هلأ انا بحكي للناس عشان احنا ما نفقد القيمة التغذوية للشمندر. ما نسلقه. بالضبط، ما نسلقه. طيب كيف ناخده؟ ممكن ناخده ني، الأفضل إنه ناخده ني، بس للأسف في كتير ناس ما بتتقبله ني. نعم. هلأ كيف يعني ني؟ يعني عصير. كيف مثلا نشرب عصير الجزر؟ ممكن ناخد عصير الشمندر. ممكن برش على السلطات. نعم. وإذا الناس أبدا ما تقبلته ني، ممكن ياخدوا بالفرن أوكي، أو على الستيم البخار. أوكي. ولكن يبعدوا عنه السلق تماما. حلو. هاي بالنسبة للشمندر. للشمندر. كمان عندنا البروكلي. البروكلي غني بفيتامين A، غني بفيتامين K، غني بفيتامين C. طبعا مليء بالمضادات الأكسدة، وكمان يعتبر من السوبر فود. هاي بالنسبة للخضار. يعني بالنسبة للخضار حكينا عن الشمندر وحكينا عن البروكلي. كبروكلي كمان كيف طريقة تناوله؟ كمان ناخده السلق، ممكن ناخده سوتيه، بس نبعد سوري ناخده شوي أوكي، أو سوتيه بس مش سلق، أو عصير بس ما نقرب عليه سلق إطلاقا. طب عادي أسأل عن سبب ليش لازم إحنا نبعد عن السلق؟ لأنه إجمالا الناس خلص أي إشي بتسلقه أساسا مو صحي. صح. هيك ماخدين فكرة هم. صح صح. فياريت تشرحي لنا أكتر عن هالنقطة. أوكي. هلأ الفكرة بالسلق إنه رح يتعرض كتير للحرارة، فلما يتعرض كتير للحرارة رح يفقد كتير من القيمة التغذوية لإله. إحنا عم نحكي عن فيتامين وبنحكي عن مينرال. نعم. فالناس مو عارفة هذا الإشي، فإحنا بننصحهم يتوجهوا أول إشي ني، إذا ما قدروا ياخدوا ني ياخدوا بباقي الطرق يلي إحنا حكينا عنها. جميل. جميل. طيب يعتقد البعض بأنه السوبر فود تغنيه عن الغذاء الصحي، خلينا نحكي، أو النظام الصحي يكون في حياتنا، هل هذا الشيء صحيح أم لا؟ أكيد لا. السوبر فود بدنا ندخلهم عشان إحنا نتمتع بنظام صحيح، عشان نحارب أمراض، عشان زي ما حكيت بالأول نحس بالشبع لفترة أطول. نعم. طبعا إحنا ما حكينا غير عن الشمندر والبروكلي. هو معبى، يعني في كتير أطعمة تصنف تحت لائحة السوبر فود. نحكي شوي عن الفواكه مثلا. طبعا. أوكي. هلا من الفواكه اللي بتعتبر سوبر فود عندنا البيريز، التوتيات. التوتيات غنية جدا بمضادات الأكسدة، فيها كتير صبغات. كلمة صبغات يعني أنتي أكسيدنت. نعم. فكل ما كان الإشي فيه صبغة، زي مثلا قبل شو حكينا عن الشمندر، كل ما كان ذو فائدة أعلى. التوتيات والفراولة ممتازين كسوبر فود. في إشي اسمه الكوجي بيريز. الكوجي بيريز طبعا هو موجود بالصين، بس عندنا بالأردن موجود مع النتس، مع المكسرات. أيوة بيكون مجفف. نعم. فيركزوا عليه. الكوجي بيريز يعتبر سوبر
السوبر فود الفراولة، الكيوي مثلا. الكيوي رائع، فيه فيتامين سي، فيه كمان فيتامين اي، وفيه كتير انتي اوكسيدنت. جميل. في كمان اعتقد الكينوا احد ال... يس الكينوا رائعة. الكينوا ليش اسمها السوبر فود؟ لانه لو اجينا حكينا عن القيمة التغذوية للكينوا رح نلاقي غير الفيتامين، غير المينرال، غير مثلا فيتامين اي، فيها حديد، فيها الزنك، فيها معبى معادن، كمان بروتين، وفيها الياف. فاحنا اذا اكلنا كينوا احنا حسينا بالشبع لفتره اطول. جميل. بلس احنا اخذنا السوبر فود. آلية تناولها كيف؟ آلية تناولها عادي، مطبوخه عاديه، ما في عليها ريد لاين زي ما حكيت عن الشمندر. نعم. عادي، طبيخ عادي، بس انه ضروري يعرفوا انه هي من السوبر فود. جميل. بس بحس يعني السوبر فود اجمالا هيك يعني اشياء محدده كثير انه الواحد اللي بس بده يتعامل معها. لو حدا مثلا اغلب الاشياء اللي احنا ذكرناها بالسوبر فود ما بحبها، هل ممكن واحد يلاقي بدائل؟ يس، كل الاكل الصحي سوبر فود. يعني اذا انتم مشيتوا بهيلثي لايف ستايل فانتم اقرب او انتم باحسن صحه. تمام. فالاكل الصحي والنمط الصحي والحياه الصحيه هي كفيله على انه تخلينا نحارب الامراض، كفيله انه تطلعنا حتى احنا كبنات في افضل شكل، بشره منيحه، شعر منيح، اظافر منيحه. بس احنا في اغذيه دائما بنحكي انه هي فيها عده فوائد. يعني احنا بناخذ اكل مثلا صنف واحد بيكون فيه اكثر من قيمه غذائيه. طبعا في كمان للناس اللي بيحبوا المأكولات البحرية يركزوا على السالمون مثلا، ذات قيمة غذائية كتير عالية ويعتبر أيضا من السوبر فود. في إشي الناس ما بتعرفه اللي هي السوشي رول، اللي بيعمل فيها السوشي، هاي أصلا مصنوعة من الطحالب البحرية. أوكي، فهاي كمان من السوبر فود. يس، فيها يود، فبنعتبرها من السوبر فود. يعني باختصار السوبر فود هو هيلثي لايف ستايل، اي اكل صحي يعد من السوبر فود، ولكن صح. بلس انه نزيد الاشياء اللي انا حكيتها لانه هاي غنيه بكثير او فيها صح. قيمه غذائيه كثير كبيره. مزبوط. صح. صحيح. بس اجمالا انا بشوف لا، الخيارات متنوعه بالسوبر فود. صح. يعني طب في شغله كمان كثير مهمه، كثير ناس بتحبها لانه مرات هلا يعني بتلاقي صح في ناس ما بيفضلوا هاي الاشياء، بس مثلا يتجهوا، يعني اللي ما بياكل كيوي ياخذ فراوله، ما بياكل بالزبط. فراوله ياخذ بيريز. صح، في كثير اوبشن. في شغله الكل بيستخدمها عنده بالمطبخ اللي هي الكركم. الكركم احنا مثلا يعني طلعوا في اشياء لها فوائد بس احنا ما بنعرف انه لها فوائد. بيستخدموها اهلنا للون بالضبط عشان يضيفوا لون للاكل. بس هي جد الكركم جدا مفيد، فيه صبغات، فيه صبغه الكركمين كثير مفيده، فيها كثير انتي اوكسيدنت اللي هي بتعطي الاكل اللون الاصفر. بالضبط. وفي كمان مثلا حبه البركه. حبة البركة من زمان إحنا بنسمع عنها، بنعرف إنه بيستخدموها للوقاية من الأمراض. مزبوط، إنه هدول برضو الكركم وحبة البركة سوبر فود. سوبر فود، وينحطوا مع الأكل بشكل طبيعي. ينحطوا مع الأكل بشكل دائم. بس بالنسبة لحبة البركة هيك معلومة سريعة، حبة البركة لازم ناخدها مطحونة، بما إنه حكينا عن الشمندر إنه مش لازم نسلقه والبروكلي، فحبة البركة بنصحهم ياخدوها مطحونة. ليه؟ لأنه فيها طبقة سليلوز وأجسامنا ما بتهضمها. أوكي. فعشان نستفيد منها كسوبر فود ناخدها مطحونه يعني. وناكلها دايركتلي، يعني انه تنضاف للاكل، بس تنضاف على تكون مطحونه. اوكي، تمام. طيب الاشخاص اللي لازم ياخذوا السوبر فود، ما في فئه محدده، عموم الاشخاص. صح. طيب هل الموضوع يومي او اسبوعي ولا ايش؟ اوكي، هلا اذا بدنا نحكي عن حكي صحيح واذا بدنا نكون سوبر في نمط حياتنا الغذائي، يس بدنا ناخذها كل يوم. جميل. اوكي، ولكن الأشخاص يلي مع إنه ما أتوقع إنه يعني كل اللي عم يحضرونا ما في ولا صنف من اللي حكيناهم بياكلوها، ممكن يكونوا ما بياكلوا صنف بس بياكلوا الثاني. تمام. صحيح. نعم. فيس ندخلها بشكل دائم لأنظمتنا. يعني مثلا الفواكه، لما نيجي ناخذ من الفواكه نحسب حساب السوبر فود من الحصص اليوميه للفواكه. اكلنا نركز يكون في حبه البركه، كركم، نكتر حتى خضروات ورقيه. انا قلت لكم معبى سوبر فود، بس احنا حبينا نحط هايلايت على مجموعه لانه نعم. صعب نحكي عنهم كلهم. نعم. صحيح. وطبعا بيقدر الشخص عادي يبلش بالهيلثي لايف ستايل او السوبر فود هذا من غير مرجع، ولا برضه لازم في مرجع لحتى الواحد يعرف قد ايه عدد السعرات الحراريه باليوم وكل هالامور هاي؟ تمام. هل اي شيء بنتناوله اكسترا
يعني احنا عم نزيد كالوريز، اوكي؟ فعشان احنا نكون بالسيف سايد، الفواكه اللي حكيت عنها تكون من حصص الفواكه، الخضروات اللي حكيت عنها تكون من حصص الخضروات، عشان ما نتعدى احتياجنا اليومي. بنحكي حكت اخصائيتي تغذيه انه ناخذ سوبر فود، انا حكيت خذ السوبر فود بس من ضمن احتياجاتكم اليوميه، مش بالمغرف هي. اكيد طبعا. بس رجوعا وسريع هيك، الكركم اللي هو شو بنسميه، الحب الكركم اللي هو او العصفر، اوكي. لا الكركم تحديدا اليه تناوله غلي، مي تسخن ونحطه بس هيك، اوكي اعطيكم التريك، او على الرز مثل ما احنا بنعمله. لا مش ما بدي الرز، هاي استخدم الصباط، انا قصدي هو سالي غلي عفوا. اوكي، يعني كيف بدنا نحفز الكركم عشان يصير سوبر فود؟ هيك سؤالك صح. اوكي، بده ثلاث اشياء، بده حراره وبده دهون يعني زيت وبده فلفل اسمر. هدول الثلاثه رح يعطوا او رح يخلوا الكركم سوبر سوبر فود. اوكي، يعني نغلي شوي على النار. يعني ممكن مثلا نقطع البصله نحطها مثلا، نحط معها زيت. انا مش كثير شاطره بالطبخ، بس انتوا ليش مصورين تطلعوا على الطبخ؟ انا بدي اشرب من دون شيء بعيد. بدي اشرب كركم. ما رح تقدر تشرب كركم. لا ليش بشرب؟ بتيجي تحكي انه انا حكيت خد كركم عشان تاخذ سوبر فود. لا والله انه لذيذ، بس انا قصدي طريقه الغلي. انا بشرب مع ليمونه مثلا. اوكي. وممكن احط شويه فلفل اسود او قرنفل. يعني هاي مضادات اكسده. مضادات اكسده، اذا هذا المشروب اللي اعطيتنا اياه مش لحرق الدهون، هو السوبر فود. تمام، صحيح. ممتاز. صحيح. والله احمد يعني بهنيك صراحه، انت شوي صح عشان هيك الكرش عندي بزيد كل يوم. طب امتثال، خلينا نوجه نصيحه ختاما للناس اللي عم تحضرنا، كيف يتبعوا السوبر فود؟ تمام. طبعا يكونوا هيلثي اول شيء بشكل عام، ياخذوا الاكل الصحي، يبعدوا عن الاكل المش صحي، هاي نصيحه عامه عشان يحاربوا الامراض، عشان جسمهم ما يصير فيه التهاب. وبما انه في دراسات، انا اليوم اكدت لهم انه في دراسات تربط السوبر فود بامراض العصر، فابدا مش غلط انه الاشياء اللي حطينا عليها الريد لاين يركزوا عليها ويدخلوها بانظمتهم. بالاول وبالاخر لازم كل انسان يكون بخاف على صحته، بخاف على جسمه، وان شاء الله اليوم يكونوا استفادوا. اكيد استفادوا، والله يحمينا جميعا ان شاء الله، ويعطينا كلنا اكيد الصحه ويبعد عنا الامراض. مثال جرار اخصائيه التغذيه، ثقتك وارتياحك على الهواء رائعين ومعلوماتك اروع. شكرا. شكرا لحضورك. العفو العفو، أهلا فيك.